وأم كلثوم يا أستاذ إبراهيم، أم كلثوم دي فقرة كشف الكذب، فقرة كشف الكذب، لأنه لما يكون انتمائها معلن للكافة فما بالك بصحفي متعمق ومتابع بقيمة وحجم إبراهيم عيسى، يبقى هنا في تعمد للكذب في هذه المعلومة علشان تروح في سياق تاني وعبود باشا وانحيازاته. أم كلثوم يا جماعة زي ما انتوا شفتوا، يمكن حتى مجلة الأهلي في عددها رقم 50 الصادر في 7 فبراير 75 اهتمت بالحديث عن كل ما فعلته أم كلثوم مع النادي الأهلي وكيف أنها منحت عضو شرف النادي الأهلي. أم كلثوم عضو شرف في الأهلي مدى الحياة، الكلام ده يا أستاذ إبراهيم نشر في الجرايد والكافة متابعينه، لكن أن تستخدم علشان تدلل بيها على حاجة لانحيازات عبود باشا عشان يتقال ان ده المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي وسطوه المال اللي هنجي لكم، هو الهدف الدخول من الجزئيه ديت انه يعتبر عبود باشا المؤسس لمنهج النادي الاهلي، وكل شويه يقول لك وكاننا لم نبرح هذه الخطوه، وكاننا لم نتحرك منذ سنه كذا، الاهلي بيعمل نفس الناس اللي كان بيعملها في خطف اللعيبه وشراء اللعيبه وسطوه راس المال. ده دي اللي مضحكة بقى، ويقوم مستخدم عبود باشا ويستخدم أم كلثوم، فيجي الرد على لسان الأستاذ سمير صبري مع الأستاذ محمود سعد في الحديث عن أم كلثوم. نشوف. أنا الكاميرات كنت أنا مجهز الكاميرات والحاجات، وقلت لها لو ما كنتش أم كلثوم كنت تحبي تكوني إيه؟ شوف الرد بقى. وده موجود في الكتاب برضو. ايوه قريته. انا كنت احب ابقى حارس مرمى في النادي الاهلي. خلي بالك طلعت ام كلثوم اهلاويه رسمي. ايوه ده يعني بطاقه من سامي جوزيف نفرح راضي. حارس مرمى طبعا، انا فلاحه وعارفه يعني ايه الحارس، هو اللي يحمي الارض والشرف والعرض والوطن، فحارس المرمى هو اللي بيحرس كل الحاجات دي. كل الحاجات دي. طب الفلاحة اللي عارفة عايزة تحمي الأرض والشرف والعرض، عايزة تحمي شرف وأرض وعرض مين؟ حد يهمها طبعا اللي هو النادي الأهلي اللي بتعتبره هو ده يعني بيتها، كيانها، انتمائها. طيب احنا بنقول الكلام ده تاني ليه؟ لأنك أنت بتاخد الأمور وعايز تحولها عشان تخدم فكرة تخصك، الضرب في ثوابت النادي الأهلي. عبود باشا بعتبره هو اللي بنى الأهلي الحقيقي أو منشئ الأهلي الحقيقي، وكأن كل تاريخه اللي من 1907 غير كل العظماء دول. لما تيجي تتكلم عليه يقول لك لا بس استنى، عبود باشا وفلوسه والأهرام وفلوسها فيها، وهو تناسى. ما هو القوة يا جماعة عبارة عن إيه؟ يا سلطة؟ يا مال؟ يا فكر؟ الأهلي كان يمتلك الفكر الذي أتى بالسلطة وأتى بالمال، ولكن تعالوا شوفوا السلطة طول عمرها كانت فين؟ والمال أيضا كان موجود فين؟ في الوقت اللي كان بيقول عبود باشا ده فيه ثلاث، أولا ما كانش فيه ملياردير وقتها، كان هو كبير ويبقى مليونير. كان في الزمالك موجود ابو رجيله، عبد اللطيف ابو رجيله، ما هو ذكره بعد كده. كان في الزمالك موجود ايوه علو الجزار. كان موجود في الزمالك واحد من سلاله العائله الاهلاويه، ال ابو الفتوح حسن رحمه الله عليه، حسن ابو الفتوح، ابو حسام ابو الفتوح. واسهامات هؤلاء بشكل مباشر لا ينكره احد موجود. احنا ضد ده، بالعكس احنا عايزين الناس كلها اللي تقدر تخدم كياناتها تخدم كياناتها. ولكن عبود باشا وفكري باشا وعلي امين ومصطفى امين لما جم عايزين يعملوا حمام السباحه وعايزين يعملوا منشآت، لجأوا الى الفكر اللي ابتدى به النادي الاهلي انه فكر اقتصادي. النادي الاهلي انشئ كشركه مساهمه، لم 3500 جنيه من الاعضاء المساهمين، والسهم كان ب 5 جنيه، واقترض 1500 جنيه من بنك مصر ليبدأ النادي الأهلي بفكر شركات، بفكر إسهامات، بفكر
اقتراض من البنوك سدد بعدها، وايضا ام كلثوم وغير ام كلثوم بيعملوا حفلات لدعم خزينه النادي الاهلي، فتلم 15,000 جنيه يساوي 15 مليون جنيه النهارده. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل تفاصيل تانية في فقرة كشف الكذب.